السلام عليكم اخواتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو فلان كراميل في الفرن. كما تعرفوا هو يعني ساهل مهل ومكوناته مشي بزاف. انا يعني القيس اللي استعملته باش نسهل عليكم استعملت هادو. نورمالمون هادو كامل عندكم، كاين من 240 مليلتر حتى ل 30 مليلتر. فالكوب نتاعو يعني الساعة تاعو الكبير اللي انا درت به 240 مليلتر. فواش نحتاجو منه زوج اكواب نتاع 240 مليلتر، يعني ما يعادل 480 مليلتر نتاع حليب. عندي هنايا اربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يفضل يعني تجبدوهم من قبل ياخدوا درجة حرارة الغرفة. هنايا عندي ربع كوب نتاع سكر، يعني الكوب اللي الساعة تاعو 60 مليلتر هو اللي تكيلو به السكر. عندي ملعقة صغيرة نتاع فاني، انا هنا استعملت سكر فانيليا نتاع الاكياس. وعندي هنايا قرصة نتاع ملح. هذا بالنسبة لمكونات الفلان. اما بالنسبة للكراميل فنحتاجو هنايا استعملت كاس الا ربع، كوب الا ربع تاع 240 مليلتر، كوب الا ربع نتاع سكر ناعم. وكالعاده راح نكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. اذا هنا اول حاجه نديروها واش هي، راح نروح نحضروا الكراميل. اذا هنايا في كسرونه راح نحط السكر ونحطه على نار قريبه نوعا ما من المتوسط ونخليه حتى يذوب ويولي كراميل. نحاوليكم اخواتاتي نخلو كما قلت لكم يذوب جيدا السكر، ومن بعد نوجدو المول نتاعنا. انا راح ندير المول الزجاجي الطويل راح ندير فيه، وانتوما ديرو في المول اللي عندكم، يعني في اللي متوفر عندكم. اذا خواتاتي نفرغ كريم كراميل بهذا الشكل، وراح نحاول نوزعوه حتى يقيس كامل يعني هذا المول، قاعدة المول. اذا نحطوها على جنب وراح نروحو نحضرو الفلان. في الوعاء نحط البيض. هنا بك خوتاتي نقول لكم الحليب لازم يكون شوية دافي. نضيفوا هذا السكر ربع كاس، قرصة نتاع الملح، واخيرا سكر فانيليا. ثم نضيف الحليب بعد ما نكونوا دفيناه، ونخلطوا كل المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس. اذا الان راح نفرغ الخليط في المول. طبعا هنا ضروري نصفيوه من اي شوائب. هذا الشكل. ثم ناخذ ملعقه ونحاول نحيو هذيك الرغوه. هنا تكونوا شعلتوا الفرن تاعكم يدخل على 200 درجه. هنا جبت صينيه الفرن راح نحط فيها ليمون نتاعي ونحط فيها ماء ساخن جدا. اذا هنا راح نطيب الفرن تاعنا في حمام مائي. اذا نهز البلاطو تاعي غير بالعقل باش ما يسيحش هذاك الماء، وندخلو للفرن. الفرن نعاود ونكرر 200 درجه، وتخلو الفلان تاعكم ساعه بالضبط، يعني يطيب ساعه كامله.
احسب الساعه كامله، هذاك هو الوقت المحدد باش يطيب. انا راح نطيبه ونرجع لكم ان شاء الله. هنا يا خواتاتي كما راكم تلاحظوا خرجته من الفوق بعد ما مرت ساعه كامله، هنا يتحمر من الفوق لانه شويه لما سخنت من الفوق شويه تاع الفول هي اللي خلاته يعني يتحمر. هذه ماشي مشكل ابدا، يعني كيفاش تتاكدوا باللي طاب راح تضغطوا كيما هك راح تعرفوا باللي راح متماسك. اذا شوفوا راح متماسك. اذا انا واش ندير، راح ندخله هو ساخن جدا، راح نخليه برك عفوا ياخذ درجه حراره الغرفه شويه، وراح نعاود ندخله للثلاجه نخليه ربع ساعات كامله قبل ما نديموليه. اذا نخليه يبرد نرجع لكم على النتيجه النهائيه ان شاء الله. البنات هنا بعد ما فاتوا ربع سوايع هنا في البلاطو راح نحط ماء ساخن جدا باش يعاود يذوب شويه هذاك الكراميل. هكذا الان راح نحسب واحد الخمس دقائق هكاك و نديمولي الفلان نتاعي. الوغ البنات بعد ما فاتو خمس دقائق راح نعقب بالسكين على الاطراف هذا الشكل. ونجيبو الصحن اللي باش نديموليو الفلان نتاعنا. بسم الله. إذا ها هو الفلان نتاعي بسم الله. شوفوا كيفاش يجي يعني في منتهى الروعة. ناجح 100%. إذا ها هو ها هي النتيجه نتاع فلان كراميل نتاعي كما راكم تلاحظوا ناجحه. برك نعتذر منكم على هذا الوشم اللي على جنب، يعني ما على باليش وعلاش السبه حتى يعني دار هذا يعني الشكل على جنب. عموما النتيجه جد رائعه والمذاق ولا اروع، صدقوني راني ناكل فيه ونستبن فيه في غايه الروعه. ريحه البيض راح تنحوها بلافاني، كذلك لازم ياخذ وقته الكامل في الطياب باش ما تحسوش بطعم البيض. اصلا لما يمتزج مع هذا الكراميل يجي حاجه روعه. اذا عجبتكم الوصفه نتاع اليوم خواتاتي كالعاده ديروا لي جيم للا فيديو، وانتظروني في فيديوهات لاحقه ومتنوعه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.